مجد والنصر لجيش مصر. القاهرة والناس تؤكد تأييدها لقواتنا المسلحة في عمليات المواجهة الشاملة ضد الإرهاب سيناء 2018. ونشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها: برقية تهنئة من بوتين للسيسي، الاتحاد الإفريقي لا خروقات في انتخابات الرئاسة، السياحة تناقش إحياء مسار العائلة المقدسة مع البابا، لأول مرة وثائق للتأمين على المصريين في الخارج. وإليكم تفاصيل النشرة. بوتين أول المهنئين. فقد أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما كشفت المؤشرات الأولية عن فوزه في الانتخابات الرئاسية المصرية. وجاء في البرقية بحسب البيان الصادر عن الكرملين: لقد أظهرت نتائج الانتخابات بوضوح مكانتكم العالية بين مواطنيكم والدعم الواسع للتوجه الذي تتبعونه لحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة وتعزيز الاستقرار في البلاد. وقال الرئيس الروسي في برقيته لنظيره المصري: أعول على أن نوفر بجهودنا المشتركة استمرار التعاون الثنائي في جميع المجالات وتنسيق الجهود في القضايا الإقليمية والدولية وفي مواجهة التهديدات وتحديات الأمنية الدولية، ما يصب في مصلحة شعبي بلدينا الصديقين. هذا ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات رسميا نتائج الانتخابات الرئاسية مجمعة في الداخل والخارج يوم الاثنين المقبل 2 أبريل. وكانت البعثات الدولية قد أشادت بسير العملية الانتخابية، ومن بينها بعثات البرلمان العربي والكوميسا وتجمع الساحل والصحراء. فيما قال عبد الله ديوب وزير الخارجية المالي السابق ورئيس بعثة الاتحاد الافريقي في مؤتمر صحفي اليوم: ان اللجنة لاحظت مشاركة كبيرة للمرأة المصرية وسط حضور لافت للشباب، مشيرا الى ان عملية التصويت تمت بشكل قانوني ولم تحدث اي خروقات. في سياق متصل، قال مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الافتاء المصرية: إن كثافة الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية تؤكد التفات الشعب المصري حول قيادته، وأن مخططات الجماعات الإرهابية التي تسعى لبذر الفرقة بين المصريين قد باءت بالفشل الذريع، وأن الشعب المصري لا يزال يرى في قيادته صمام الأمان أمام جميع الأعداء، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية أصابتها الصدمة من المشاركة الكثيفة للمصريين في الانتخابات سواء في الخارج أو في الداخل، خاصة وأن مقاطعة الانتخابات التي كانت الجماعة وأذرعها الإعلامية تدعو إليها قد فشلت تماما. ترتيبات مستمرة لإحياء مسيرة العائلة المقدسة. فقد زار وفد وزاري السياحة برئاسة الدكتورة عادلة رجب نائبة وزيرة السياحة المقر البابوي بدعوة من قداسة البابا تودروس الثاني لمناقشة بعض الترتيبات الخاصة بمسار رحلة العائلة المقدسة بحضور كل الأطراف المعنية بهذا الملف في الوزارة. وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قد أكدت أن رحلة العائلة المقدسة من الملفات المهمة، مشيرة إلى أنه تم عمل لجنة وزارية للانتهاء من هذا الملف. والإيطاليون يختارون مصر للاحتفال بعيد القيامة. فقد قال موقع بريغما نيوز الخاص بشركة بريغما السياحية الإيطالية إن مصر أحد الوجهات السياحية المفضلة لدى الإيطاليين إضافة إلى اليابان، لذا اختارت العديد من الشركات الإيطالية مصر لقضاء أجازة عيد القيامة المجيد نظرا لما تتمتع به من طقس معتدل، مشيرا إلى أن الإيطاليين يعشقون المتحف المصري وهناك ما يعجب بالشواطئ في شرم الشيخ والبحر الأحمر بشكل عام. لأول مرة وثائق للتأمين على المصريين في الخارج. فقد تعاقدت شركة قناة السويس للتأمين مع شركة لويالتي والنبض الأمريكي لعلاقات العامة لتسويق وثائق التأمين للمصريين العاملين والمقيمين خارج البلاد، حيث طرحت قناة السويس للتأمين عدة وثائق للحماية من الحوادث في العمل والتأمين على الممتلكات. من جانبه، أعرب الدكتور مايكل مورغان رئيس مجلس إدارة شركة لويالتي والنبض الأمريكي على أهمية التواصل مع المصريين في الخارج لتدعيم أواصر الارتباط بمصر على مستويات مختلفة، ومن أهمها حرص مصر على حماية مواطنيها من الأخطار التي قد يتعرضون لها في عملهم سواء داخل مصر أو خارجها. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء.